هذا وتهيب وزارة الداخلية بكافة المواطنين والمقيمين عدم الخروج من منازلهم إلا في حالة الضرورة القصوى نظرا لما تتعرض له البلاد من أمطار غزيرة وانعدام في حالة الرؤية في الشوارع كما طلبت الوزارة عبر موقعها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر من المواطنين والمقيمين الالتزام بالإجراءات السليمة مع هطول الأمطار الغزيرة ومن بينها التاكد من مكابح السياره وتخفيف السرعه وترك مسافه كافيه مع السيارات الاماميه مشيره الى ضروره ربط حزام الامان والحرص على جلوس الاطفال في المقعد الخلفي واضاءه مصابيح المركبه واستخدام اشارات التحذير في حال تعطل المركبه